بسم الله. جنان باكر بانكيك على طريقتي. تعالوا تعالوا. طبعا حبايبي قبل ما تكمل هذا الفيديو، علامة الزائد تختفي، فجيبوا لي الاكسبلور لايكات. مكونات: كاسة طحين، كاسة حليب، بيضتين، حولة، رز، معلقتين زيت، معلقتين سكر، رشة ملح، رشة خميرة، بودر وفانيليا. امسك البيضتين، ملح، سكر، كم بودر، فانيليا، معلقتين زيت، بارد حليب، ونخلط مع بعض. الخميرة نخلط، زين نخلط 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 وايد كلش زين. شايفين كيف العجينة صارت مذبية؟ بلش يعمل فقاقيع. شيء هذا هو البان كيك الأصلي. وبرده كمان تقدر تعمل بهادي عجينة عصافير، وهي أساسا عجينة القطاية طرف النبي. هي زي ما انتم شايفين زي كذا. بعمل واحدة كبيرة. شايفين؟ جنان. عملت هذه الصغيرة. يعني وسط. جبت كمان قشطة فجد الحلبي، نجيب قطاي فلولة ونحط قشطة، نعمل عصافير، فجد الحلبي، هذه كبيرة حطيت عليها قشطة، أحط الموز. مرحلة الفستق يا سلام، مش آخر مرحلة لسه. شوف اللذاذة، شوف شوف زينا لكم إياها بالقطر. شوف 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 صلاة النبي، اللهم صل على النبي. عبد جنان جنان، شكل لحاله يخبل. سلام. في آخر حبات كرز عملتهم، راح أحطهم. بسم الله، والله بشاهو ما شاء الله.